أنا ثرثارة الجنوب، هذا أول لقب تلقيته في حياتي. كنت في الرابعة من عمري ولقد صادقت الكلمات في مرحلة مبكرة. صباح الخير وأهلاً بالصباحات الطفولية التي كنت أنتظرها لأستفتح بها الإذاعة المدرسية. صوت زميلتي يخترق الذاكرة وهي تقول بصوتها اللذيذ: أما الآن مع الطالبة رنا بعبد. كان ذلك في منتصف التسعينات، حينها كانت الكلمات كالفراشات تطير من فمي كلمة كلمة، طابور طويل منتظم، ومع آخر كلمة أسمع التصفيق. في عام 1995 سألتني معلمة الصف الرابع الابتدائي، وعندما أردت إجابتها مات عصفور في حلقي، ماتت كلمة وبقيت معترضة طريق الكلمات. ومنذ ذلك الزمن والكلمات ولادة متعسرة في فمي، لم أعد ثرثارة الجنوب. أصعب حرف كان يواجهني كان حرف الدال، ومن أصعب الكلمات ديناصور، ما كنت أقدر أنطقها. ما الذي يمكنك أن تشعر به عندما تصبح الكلمات حجارة يصعب إخراجها، يجرحونك فتبكي إذ هي وسيلتك الوحيدة، يواجهونك فتنزوي إذ لم تعد بطل الكلمات، يهدونك فتبتسم، ينادونك فتركض، يودعونك فتواري أطراف دمعة. يرن جرس الهاتف، هذا صوت أبي، أحاول أن أجيبه فأشرق بالكلمات، يعرف أنه أنا، أنا صوت الصمت. أهلا حبيبتي، ثم يتابع الكلمات لكي لا يجعلني أقع في حفر الصمت. مرة قال لي: إن أجمل صوت يا حبيبتي هو ذاك النفس المتهدج الذي يسبق كلماتك. ألم أقل لكم إن للآباء موسيقاهم الخاصة؟ أصعب جملة كانت تواجهني أني أقول اسمي، وكنت دايماً أطلع من قاعة المحاضرة في أول محاضرة في الترم عشان أتجنب التعريف اللي يكون في البداية. كنت أنتظر خارج القاعة إلين ما الجميع يخلص وأدخل مرة ثانية أقعد في آخر كرسي، وبعدها التحقت ببرنامج وكنت أتدرب على نطق اسمي والكلمات الصعبة في اليوم عشرات المرات، والحمد لله وصلت إلى مرحلة متقدمة من التحكم بالتأتأة. إلى حبيبتي أمي: أخبري صويحباتك إنني الآن بخير. لم تكن التأتأة مسألة ثقة عندما همسنا في أذنك، وأبي الذي استنزف كل كلماته لكي لا أغرق بالصمت، إنني بخير، أنا الآن ثرثارة الجنوب. إلى أخي الصغير الذي خذلته بالحوارات: إنني الآن بخير. إلى الكلمات اللواتي خرجن دموعا في العجز: أنا الآن بخير، لقد نبتت ورود جميلة في مجركن. إلى صديقات الطفولة اللواتي تحدثن نيابة عني أمام الأسئلة الموجهة لي: أنا الآن بخير. إلى حرف الدال الذي غصصت به طويلا: أنا الآن بخير، أنا الآن أكثر أمانا معك، حيث يبدأ بك تعريفي وينتهي بك اسمي. ومن قبل إلى الله: كم كان التواصل معك في الصمت لذيذا، أنا بخير دائم معك.